أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. مبادرة أطلقتها الحكومة لعودة رحلات طيران اليمنية من وإلى مطار صنعاء. الحكومة جددت استعدادها لدعم جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، وانفتاحها مع جهود توسيع وجهات إضافية أخرى كضرورة إنسانية لتخفيف معاناة المواطنين. ما أبدته الحكومة جاء مشروطا بإفراج الحوثيين عن أرصدة طيران اليمنية والبالغة أكثر من 85 مليون دولار، وتشكل عائدات الرحلات من وإلى مطار صنعاء ما نسبته 70% من إيرادات اليمنية. الشركة قالت إن عدم السماح لها بسحب أرصدتها يجعلها عاجزة عن توفير نفقاتها التشغيلية، وهو ما اضطرها لإعلان تعليق الرحلات بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمان. وبعد ذلك الإعلان، أقدمت ميليشيا الحوثي على احتجاز طائرة تابعة لليمنية في مطار صنعاء وترفض السماح لها بالمغادرة. نتوقف عند هذه القضية لنناقشها من زوايا عدة. أولا، ما هو الأثر المترتب على المرضى والمسافرين من تعنت ميليشيا الحوثي واستثمارها للملف الإنساني بهذه الصورة؟ وهل يمكن أن تستجيب الميليشيا لمبادرة الحكومة في استعادة رحلات اليمنية من وإلى مطار صنعاء مقابل الإفراج عن أرصدة الشركة المحتجزة؟ قبل النقاش دعونا في البداية نتابع هذا التقرير وبعد نعود. مطار صنعاء الدولي، ساحة صراع تديرها ميليشيا الحوثي التي بدأت على تأسيس كافة القضايا الإنسانية والتربح منها على حساب معاناة المواطنين. الحكومة الشرعية أبدت استعدادها لتعزيز رحلات طيران اليمنية من المطار إلى الأردن وانفتاحها على توسيع وجهاتها، ولكن بشروط. الحكومة تشترط على ميليشيا الحوثي تنفيذ مطالب طيران اليمنية بالإفراج عن حساباتها البنكية وأرصدتها التي تبلغ أكثر من 80 مليون دولار، والتوقف عن التدخل في سير أعمالها. وفق البيان، فإن الميليشيا لا تزال تحتجز إيرادات الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وتمنع الشركة من استخدامها لشراء الوقود وتوفير الصيانة ودفع قيمة الطائرات الجديدة. مملكة حمير هي الطائرة التي استقبلتها اليمنية في مطار عدن لرفض أسطولها بالطائرة السادسة من أجل تعزيز كفاءة رحلات الناقل الوطني لمختلف الوجهات وتلبية احتياجات المسافرين وفق الشركة. رغم مبادرة الحكومة المشروطة بتوسيع الرحلات من مطار صنعاء والمبادرات النقابية لاستئناف الرحلات، إلا أن الميليشيا مستمرة حتى الآن في تعنتها ورفضها الإفراج عن أرصدة الشركة. كانت اليمنية قد أعلنت تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن لترد الميليشيا باحتجاز طائرة اليمنية في المطار، غير آبهة بتفاقم معاناة المرضى والمسافرين، طالما ذلك يصب في مصلحتها وجيوب قادتها. الحكومة حملت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها اليمنية وعدم قدرة الشركة على تنظيم الرحلات الجوية من مطار صنعاء وما يترتب عليه من آثار على الصعيد الإنساني. إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سيد المحلل الاقتصادي فارس النجار وأيضا المحلل السياسي الدكتور عبد الوهاب العوجة. أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين. نبدأ أولا مع سيد فارس. إذا نريد أن نعرف في البداية، ما هي تداعيات احتجاز الحوثيين أرصدة شركة الطيران اليمنية على المسافرين واليمنيين الذين كانوا يستخدمون مطار صنعاء من أجل أغراض عدة كدراسة وأيضا السفر من أجل علاج؟ مساء الخير عليك أخي العزيز وعلى ضيفك الكريم وعلى كل السادة المشاهدين. اسمح لي في الأول أن أعطي نبذة بسيطة فقط عن حجم ما تعرض له قطاع الطيران اليمنية منذ الحرب حتى اليوم بسبب انقلاب الحوثي. إجمالي الخسائر تشكل 6.5 مليار دولار، 2.6 مليار دولار هي خسائر مباشرة في البنية التحتية. تقلصت عدد الرحلات من عام 2014 33.812 رحلة إلى ما دون 9.383 رحلة. بشكل عام انخفض عدد المسافرين، بدل ما كان في العام 2014
2 مليون و700 ألف، اليوم نحن نتحدث على 653 ألف فقط، بمعنى أن طيران اليمنية يعمل حاليا ب 28% من قدرته التشغيلية. الجانب الآخر وهو في سؤالك أخي العزيز، وهو أن جماعة الحوثي وفقا لهذا الإجراء هي تحرم الخطوط الجوية اليمنية من 70% من نفقاتها التشغيلية. من المعروف أن القوة البيضية بعد تقع معظمها في مناطق الخضوع، وبالتالي 70% من المبيعات يقع في مناطق الخضوع، وهذه الأموال تستخدم أكثر من 70% منها في النفقات التشغيلية. طيب سيد فارس، كل هذه المعلومات عرضناها في مقدمة البرنامج وأيضا التقرير، لكن نريد أن نعرف الأثر على المواطنين الذين هم أكثر المتضررين من توقف الرحلات. بطبيعة الحال سيتضرر المواطنين في مناطق الخضوع كثيرا في أمرين مهمين. الجانب الأول هو صعوبة حصول المرضى وكبار السن على إمكانية التنقل المباشر، وبالتالي زيادة حدة الوفيات، خاصة المرضى الذي يعانوا من أمراض خطيرة كأمراض القلب والسرطان والذي تدعي علاجهم في الخارج، والذي يستصعب عليهم الانتقال من مناطق الخضوع إلى مناطق الشرعية والسفر عن طريق مطار عدن ومطار سيئون. وبالتالي فإن الأثر الصحي سيكون كبيرا على المواطنين خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين. طيب لعلك استمعت أيضا إلى أو تابعت المبادرة التي تقدمت بها الحكومة من أجل إعادة تشغيل رحلات طيران اليمنية، أريد أن أسمع رأيك في البداية عنها. الحكومة بطبيعة الحال تسعى من خلال ما هو متفق عليه في الهدنة الغير معلنة على تسيير رحلات إنسانية كانت 3 وتم تطويرها في الفترة الماضية إلى 7، اليوم الحكومة تعود مجددا لفتح ذلك، ولكن مقابل أن تفرق جماعة الحوثي على الأموال التي احتجزتها. هي مبادرة تهدف إنسانيا لخدمة المواطنين في مناطق الخضوع، هي إنسانية بحتة رغم التعسفات التي تمارسها جماعة الحوثي. أعتقد بأن اليوم من وجهة نظري تفسير ذلك هو أن الحكومة تضع اليوم الكرة في ملعب الحوثيين وفي ملعب الأمم المتحدة التي كانت هي الراعي لاتفاق الهدنة، والتي وضعت هي وطلبت من الحكومة بأن تعيد فتح مطار صنعاء، وطلبت سابقا بأن يتم تسيير رحلات لمعالجة الجانب الإنساني، وتجاوبت الحكومة مع ذلك. أعتقد أن اليوم الكرة في ملعب الحوثيين وفي ملعب الأمم المتحدة بالتحديد، إن كانت جادة في تحقيق مسار السلام وفي تطوير مسار السلام في اليمن فعليها بأن تضغط على جماعة الحوثي مقابل أن تتم استمرار الرحلات. أمرا واضحا هو يجب أن يتم فتح الحجز على هذه الأموال، لأنه ببساطة اليوم عدم استلام هذه الأموال وعودتها لمسارها الصحيح بحيث تستخدمها قطاع الطيران اليمنية، معنى ذلك بأن هناك عجز كبير يعرض هذا القطاع للإفلاس. طيب لكن هل ستقبل الحكومة فعلا توسيع وجهات الطيران إلى مطار صنعاء كما جاء في المبادرة؟ الفكرة الأساسية هي ليست في الحكومة اليمنية، سبق أن طلبت أن يتم هناك تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى القاهرة، ولكن هذا ليس مبني على موافقة الحكومة اليمنية وحدها، يجب أن توافق الدول المستضيفة على تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى مطارات متعددة. وبالتالي اليوم لا تمانع الحكومة الشرعية بأن يتم توسيع عملية نطاق الرحلات، ولكن مدى ما التزمت جماعة الحوثي بالالتزامات التي عليها. اليوم نحن أمام مسارين، رأينا سابقا ما حصل على في ميناء الفريدة، ولا نريد تكرار المعلومات التي تناقشنا عليها في أوقات سابقة. اليوم يتكرر نفس السيناريو، جماعة الحوثي تريد أن تشغل مطار صنعاء وتريد أن تنهب هذه الأموال، أضافت توقيع آخر لقياديين في وزارة النقل على الشركات الخاصة بالخطوط اليمنية، رغم علمها بأنها شركة خاصة تمتلك اليمن 51% بينما 49% هي مملوكة للمملكة العربية السعودية. وبالتالي جماعة الحوثي تنتهج نهج تريد أن تستمر فقط في عملية السلب والناب، هي لا تفكر إنسانيا بحالة المواطنين في مناطق الخضوع، هي دائما ما تقيس المسألة هل ستكسب هي من فتح مطار صنعاء أو لا. عندما تجد نفسها أنها لا تكسب على المستوى المادي، لا يتم تسيير رحلات إلى الوجهات التي تريد هي بأن يتم تسيير وجهات إليها. وأظن وهنا الرسالة واضحة ونعلمها جميعا، يتمنى الحوثيين اليوم قبل غد بأن يتم تسيير رحلات مباشرة من مطار صنعاء إلى إيران حتى يتسنى لها عملية التهريب وما شابه ذلك. أعتقد بأن
الحكومه تفكر بجانب انساني فيما يخص مطار صنعاء، بينما جماعه الحوثي تفكر طيب في مصالح. يعني قامت الحكومه بالبحث عن حلول لهذه المعضله، هل تتوقع ان تقوم ميليشيا الحوثي بالاستجابه لهذه المبادره؟ المبادرة اليوم واضحة وصريحة. الحوثي أعتقد بأنه من وجهة نظري لن يستجيب، هو سيظل يتلاعب بالملف الإنساني حتى يحقق مكاسب سياسية. هو يريد أن يضغط اليوم على العالم بفتح وجهات جديدة هو من يختارها، هو يريد حتى أن تكون هذه الأموال هو لديه قدرة التحكم في 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 مآلاتها وفي صرفها، يريد أن يتدخل حتى في 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 التحكم باموال الخطه الجويه اليمنيه. هناك امور مقبوله وهي كيفيه العمل معا على فتح رحلات ذات توسع اكبر في الجانب الانساني، خدمه ليس للحوثي ولكن لابناء الشعب اليمني في مناطق الخضوع، ولكن ان تصبح للحوثي سيطره على هذه الاموال وان يتحكم هذا امر غير مقبول. اعتقد من ضمن الخيارات المتاحه امام الحكومه الشرعيه في المستقبل لما اضطر الامر فقط للضغط على جماعه الحوثي، حتى عمليه نقل مراكز التحكم بالاجواء التي ما زال يسيطر عليها الحوثيين حتى الان ويكسبون منها ما يقارب 40 مليون دولار سنويا، هذا الامر ما زال تحت قبضه الحوثيين حتى اللحظه. واعتقد الخيار متاح امام الحكومه الشرعيه بان تتخذ قرارات لنقل مراكز التحكم بالاجواء الى 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 العاصمه المؤقته عدن وسحب. هو امر كان يجب ان يتم اتخاذه قبل سنوات من الان، لكن لم تتخذ الحكومه اي اجراءات بشانه. لكن هنا نتحدث عن مكاتب حجز الطيران، تتحدث بان اليمنيه ما نزلت يعني جدول رحلاتها لشهر اكتوبر، مما يعني ان شهر اكتوبر ايضا ستظل رحلات اليمنيه متوقفه عبر مطار صنعاء. اذا رفض الحوثيون الاستجابه لمبادره الحكومه، ما هي الخيارات التي لدى الشركه لتقوم بها في هذا الصدد؟ سيتم وقف العمل عن طريق مطار صنعاء وسنعود للوضع السابق، سيكون المسؤول عن وصولنا الى هذا الوضع الحوثيين لا غير لهم، لا يمكن الاجابه اليوم الخنوع لضغوط الحوثي بينما يتضرر الخطوط الجويه اليمنيه وتصل الى الافلاس. اليوم نحن لسنا امام خيارات كثيره اخي العزيز. ان قبلنا بشروط الحوثي وتجنيده لهذه الاموال واستمرار تجنيده الاموال وفتحنا عوده الرحلات الى مطار صنعاء، معناه من اين سناقب الفلوس لتغطيه النفقات التشغيليه لتسيير الرحلات من صنعاء الى عمان؟ اليوم هل نسير الرحلات من صنعاء الى عمان و30% من النفقات التشغيليه التي نحصل عليها من باقي المحافظات المحرره ننفقها ونذهب ان نبحث عن لدعم لتشغيل نفقات تشغيل الشركه من غير المنطق في هذا الامر. طيب. اليوم لدينا اموال تشكل 70% من النفقات التشغيليه يحتجزها الحوثي. يريد لمطار صنعاء ان يعمل، عليها ان يفرق على هذه الاموال حتى تستطيع الخطوط الجويه اليمنيه على مدى منذ مارس وحتى الان تحملت كثيرا الخطوط الجويه اليمنيه وصرفت مما تمتلكه حتى تسير الرحلات، لكنها وصلت الى مرحله كانت قاب قوسين او ادنى من الافلاس. اذا اليوم اما ان يفرق الحوثي عن هذه الاموال او ستتوقف الرحلات في مطار صنعاء، ليس لدينا خيار اخر اخي العزيز. نعم، اذا شكرا جزيلا لك المحلل الاقتصادي فارس النجار. اذا اهلا وسهلا بك معنا مره اخرى دكتور عبد الوهاب، ما رايك بما سمعت عن المبادره الحكوميه من اجل اعاده اطلاق الاموال المحتجزه لدى الحوثيين والتابعه للخطوط الجويه اليمنيه؟ حياك الله استاذ هشام، تحيه لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا فيك، سمع سؤالي دكتور عبد الوهاب؟ لم اسمع السؤال لو سمحت. نعم، كنت اريد ان اسمع تعليقك حول المبادره التي اطلقتها الحكومه من اجل اطلاق الاموال المحتجزه لدى ميليشيا الحوثيين والتابعه للخطوط الجويه اليمنيه، هل ترى بانها فعلا حل مناسب و يعني ما كان ينتظره الجميع من اجل حل هذه القضيه؟ من الطبيعي ان الخطوط الجويه اليمنيه اعلنت منذ فترات طويله انها ستضطر لايقاف رحلاتها لانها مضطر اخاك الابطال، وكما ذكر ضيفك يعني الخطوط الجويه اليمنيه هي اخطات اولا بارسال تلك الطائره الاخيره التي تم احتجازها في مطار صنعاء، وكان الامر قد وصل الى ذروته بالتصاعد ما بين او تصاعد الخلاف ما بين الخطوط الجويه اليمنيه ووزاره النقل في صنعاء وميليشيات الحوثي الى اقصى مدى، وكان ارسال تلك الرحله من مطار عمان الى مطار صنعاء كان خطا واضحا، وكان بالامكان ان تحول تلك الرحله الى مطار عدن. فقامت الميليشيات الحوثي باحتجاز الطائره، اضافه الى احتجازها لاكثر من 85 مليون دولار. والموضوع ليس جديدا، يعني هو لو من شهر مارس حتى الان،
وكان المطلوب من الحكومة الشرعية ومن قيادة الخطوط الجوية اليمنية أن تقوم بكثير من الإجراءات، كان من ضمنها أنها تستطيع أن تقول لكل مسافر أنه المبالغ التي سيدفعها قيمة التذاكر يتم توريدها عبر الصرافين عبر التحويلات إلى الخطوط الجوية في عدن وحساباتها في عدن أو أي حسابات أخرى لا تكون واقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية أو البنك المركزي في صنعاء الذي سيطر على كل تلك الأموال. يعني انت ترى بأن الخطوط الجوية اليمنية أخطأت منذ البداية؟ مبرر وغير منطقي، يعني يجد أن هناك اختراقا حوثيا لقيادة الخطوط الجوية اليمنية حتى بإرسالها تلك الطائرة. الآن هناك شراء لطائرة جديدة مملكة حنجر، وهناك طائرة قادمة مملكة سبا، وبعدها مملكة قتبان. هذه تتطلب أقساطا لدفعها، وهذه الأقساط يعني ليست فقط للشراء والسيجار الطائرات، ولكن قطع الغيار، الوقود الذي يتصمم الطائرات، الصيانة، كل تلك الأعمال التشغيلية. ولعلمك لنا أكثر من 30 عام أو أكثر لا ندفع للشركة اللي هو خطوط الجوية السعودية التي تمتلك 49% أي أرباح أو أي مبالغ نتيجة لهذا الشراكة. بمعنى آخر أن الخطوط الجوية اليمنية هي تفقد مصالحها وتفقد يعني حساباتها التجارية من خلال أخطاء تتراكم لا مبرر لها. ولذلك أنا لا أتوقع أن الميليشيات الحوثية تستجيب. الحوثي كما هو حال المرتبات، كما هو طلبه للتعويضات لإعادة الإعمار، هو يتعنت ولا يجد مبررا. طيب لماذا لم تتحرك الحكومة سابقا فيما يتعلق بمسألة أخرى ربما تضغط الحوثيين، وهي تحويل رسوم استخدام الأجواء اليمنية إلى عدن وتتحصل الحكومة اليمنية؟ هو هذا السؤال أستاذ هشام، أنه أنا كمحلل سياسي استغرب ان لدى الخطوط الجويه اليمنيه اجراءات كثيره. يعني مثلا على سبيل المثال للحصر، نحن في مدينه عدن حينما نشتري تذكره من اي خطوط من اي وكاله من اي وكاله طيران او سفريات ندفع قيمتها في عدن. بمعنى اخر انك تذهب الى اي مثلا من هذه التحويلات وتحول مبلغ قيمه التذكره لعدن. بمعنى اخر انه كان ممكن المسافرين الذي يسافرون عبر مطار صنعاء كان يمكن ان يشتروا تذاكرهم الالكترونيه التي لم تعد تذاكر ورقيه. نعم يعني وهي تذاكر ربما دكتور عبد الوهاب صوره الجواز عبر وكالات صرافه موجوده في عدن وعبر مبالغ لحسابات اليمنيه في عدن. هناك اخطاء في الخطوط الجويه اليمنيه لا مبرر لها. دكتور عبد الوهاب مثل ارسال تلك الطائره التي تم احتجازها، والان الحوثي يقول انه سينشئ يعني شركه طيران جديده، وهذا طبعا من غير المنطقي ومن غير المعقول، لكن تدليس على الشارع اليمني الذي لا يفهم. لا يستطيع الحوثي ان يسير اي رحله الا بموافقه الحكومه الشرعيه، وكان بالامكان نقل اداره الخطوط الجويه واداره التحكم الجوي الى عدن منذ سنوات. هناك اخطاء كبيره جدا ترتكبها الحكومه الشرعيه ومن ضمن الخطوط الجوية اليمنية لا مبرر لها إلا أن هناك تواطؤ مع الميليشيات الحوثية. لا ندري أين هذا المركز المتواطئ مع الميليشيات الحوثية الموجود في خارج اليمن لإدارة الخطوط الجوية، لأن أغلب مجلس الإدارة هم موجودين في عمان وفي القاهرة. نعم دكتور عبد الوهاب، يعني أنت أثرت نقطة مهمة وهي مسألة تحصيل فعلا أسعار التذاكر من مناطق تابعة للحكومة الشرعية أو حتى تحويلها عبر الصرافات، لكن كنت أريد أن أسألك عن مسألة استخدام الأجواء اليمنية وتحصيل الرسوم باستخدامها من قبل شركات الطيران الأخرى. ما زال الحوثيون يقال حتى الآن هم من يحصلونها، لماذا لم تتحرك الحكومة من أجل نقلها إلى عدن وتقوم هي بمهمتها كونها حق عائد لها بتحصيل هذه الأموال؟ هي هذه حقوق سيادية أستاذ هشام. لو تتذكر حينما تحدثنا عن عائدات الاتصالات الدولية وعائدات الانترنت وعائدات يعني شركات الاتصالات المحمول كلها تضخ في العاصمة صنعاء، ولا تجد مبررا للحكومة الشرعية التي يعني تريها كثير من الأخطاء وكثير من الفساد وكثير من التخاذل والتواطؤ مع الميليشيات الحوثية. للأسف الشديد أن داخل الحكومة الشرعية في كل مسمياتها حتى في مجلس الخطوط الجوية مجلس الإدارة للخطوط الجوية اليمنية هناك تواطؤ واضح مع الميليشيات الحوثية. لا زالت الشرعية مخترقة من قيادات حوثية تمتلك القرار في مفاصل مهمة جدا في كثير من القطاعات، ومنها مثلا قطاع الاتصالات وقطاع الطيران وقطاعات أخرى كثيرة، قطاع مثلا ضرائب كبار المكلفين اليمنيين يذهب إلى صنعاء. يعني هناك أخطاء لا أول لها من آخر شبعنا حديثا عن أن هناك اختراق للحكومة الشرعية وأن هناك فاسدين ونافذين يتعاملون مع الميليشيات الحوثية لأغراض كثيرة يعني لا داعي لذكرها الآن، ولكن من ضمنها
تواطؤ بجانب يعني اللي نسميها الهاشميه السياسيه، كذلك تواطؤ من قبل قيادات تمتلك يعني منازل ومباني وعقارات في صنعاء تخاف عليها من الحارس القضائي الحوثي، وبعضها يعني قناعات بالفكر الشيعي الحوثي. هذه الحكومه الشرعيه اذا لم تنظف نفسها من تلك الموجودين داخلها في مفاصل هامه، فاننا سنستمر بتراكم الاخطاء واعطاء الحوثيين ما يريدون من خلال هذا الابتزاز، واولى هذا الابتزاز ابتزاز شركه تجاريه. كان المطلوب ان تتوسع الخطوط الجوية وتطلب حضور آخرين مثل الخطوط المصرية، الخطوط السعودية لتصل إلى مناطق المحررة وتخفف العبء عن الازدحام الموجود في حجز التذاكر. يعني هناك ضائقة كبيرة يعاني منها اليمنيين في التنقل ما بين مصر والسعودية وغيرها إلى داخل اليمن ومن اليمن خارجه، لأنه لا يوجد ناقل إلا الناقل الوطني الخطوط الجوية، وهي لا تمتلك أسطولا كافيا لتغطية رحلات بما يلاعب أعداد الحجوزات وحجز التذاكر من قبل المسافرين إما خارج اليمن وإما داخل اليمن. لكن في المقابل أيضا دكتور عبد الوهاب، يعني هناك ميليشيا الحوثي التي دائما ما تدعو إلى ما تقول عنه فتح مطار صنعاء وفك الحصار، ودائما تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الشرعية والسعودية من أجل تنفيذ هذا المطلب، لكننا نشاهدها اليوم بأنها تعرقل مسألة هذه الرحلات انطلاقها من وإلى صنعاء، وبالتالي يتضرر المواطنون. فكيف يمكن تفسير هذا التناقض برأيك؟ التفسير البسيط يا أستاذ هشام أن الميليشيات الحوثية لا تعبأ للحالة الإنسانية في اليمن، لا تعبأ لما وصل إليه اليمنيين من حالة يعني ضيق شديد، سواء في المعيشة، في حالة الناس، في عدم صرف المرتبات، حالة التضييق على المسافرين سواء كانوا طلاب أو مرضى أو غيرهم. يعني هذه حالة التضييق على اليمنيين هي ديدن الميليشيات الحوثية، لأنها لا تعبأ للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها اليمني. إذا اليوم لو نستطيع أن نفهم القاسي والداني أن الحوثيين لا يهتمون بالإنسان اليمني، بل يجوعون الإنسان اليمني ويقتلوه ويفجروا منزله ويمنعوا حتى سفر المرضى من خلال هذه الإجراءات. الحوثي لو كان يفكر بالناحية الإنسانية لأعطى الخطوط الجوية أموالها ولا سمح بشركات أخرى تأتي ولا سهل الأمر، لفكر حصار عن محافظة تعز الذي طال أمده وطالب بفتح مطار عدد تنتقل منه الرحلات على أقل تقدير إلى المملكة العربية السعودية، إلى مطار جدة وإلى مطار الرياض الذي كان ساريا قبل الحرب. يعني هذا المطار الذي هو مطار عدن ومحافظة تعز هو تحت الحصار منذ 9 سنوات. كان من المفترض أن تكون هناك مبادرة من الحكومة أنه سيتم فتح مطار تعز لرحلات دولية نحو السعودية مقابل فتح الحوثي للمنافذ البرية التي تحيط بمحافظة تعز والتي يعني. طيب في آخر دقيقة دكتور عبد الوهاب، مواطن دكتور عبد الوهاب في آخر دقيقة، هل تعتقد بأن ميليشيا الحوثي تراهن على مسألة تقاربها مع السعودية لمنحها أموال طيران اليمنية وتقوم هي بتحصيلها وأيضا معاودة نشاط الشركة من صنعاء؟ طبعا الحوثيين يراهنون على كل شيء، يراهنون على من سيحصلون على مرتبات الموظفين الواقعين تحت سيطرتهم ويصرفونهم ويريدونها بالدولار، يراهنون على ان السعوديه ستدفع لهم تعويضات الحرب واعاده الاعمار، يراهنون على يعني نهب كل ما تمتلكه الحكومه اليمنيه، قد نهبوا البنك المركزي ونهبوا التامينات ونهبوا الضرائب والجمارك، نهبوا حتى الاموال المودعه في وزاره العدل مقابل قضايا جنائيه وقضايا ماليه، ينهبون ما يريدون وما يجدونه امامهم ولا يتورون. وهذه جماعة مكتفية تؤمن بأنها الغاية تبرر الوسيلة، ولذلك لا أتوقع منها استجابة لأنها لا تهتم بالمعاناة الإنسانية اليمنيين ولا تهتم بأنها سلطة أمر واقع عليها التزامات. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي دكتور عبد الوهاب العوج. مشاهدنا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.